أعزائي، بحب أرحب فيكم أجمل ترحيب من الأراضي المقدسة من جبل الزيتون في مدينة أورشليم القدس. بحييكم وبدعوكم معي في هذه الدراسة الجديدة عن الأسبوع الأخير اللي غير وجه التاريخ، هذا الأسبوع اللي كتبت عنه البشائر الأربعة عن حياة يسوع المسيح، ووصلوا إلى أهم موضوع، موضوع الفداء، أي صلب وموت وقيامة الرب يسوع المسيح. ومعظم هذه الأحداث من الأسبوع الأخير تمت في أورشليم القدس. أنا موجود على جبل الزيتون، الجبل المحبب على قلب المسيح. ممكن تشوفوا معي البلدة القديمة من وادي قدرون، تستطيع أن ترى بستان جتسماني، وهذه الكنيسة الجميلة، كنيسة مريم المجدلية اللي طبعا كانت مع الرب يسوع المسيح عند الصلب وعند القيامة أيضا. تستطيع أن ترى أسوار القدس القديمة من جناح الهيكل إلى البلدة القديمة، تستطيع أن ترى كنيسة القيامة، وطبعا البوابة الذهبية، أي البوابة الشرقية، ومن هذه الجهة تستطيع أن ترى بوابة الأسباط اللي احنا بنسميها أيضا بوابة استفانوس، استفانوس رجم خارج هذه الأسوار. هذه الدروس مهمة جدا أعزائي المشاهدين، لأنه فعلا هي لب العقيدة المسيحية، هي أساس وركيزة إيماننا، موضوع الفداء. إذا كان ولادة الرب يسوع المسيح شطر التاريخ إلى شطرين، ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد، فموت المسيح وقيامة المسيح كان عصر لبداية جديدة، بداية الخليقة الجديدة والملكوت الجديد، حينما نتوج المسيح ربا ومخلصا على الحياة والكيان.